بتحب جدا موضوع زينه الشجره ونحط فيها وتعلقي بنفسك. يعني ده طقس من الطقوس اللي تعمليه كل سنه. صحيح، ومش بس هيك، بحب اعمله ادعي اصحابي. هلا تالا بس كبرت، كل سنه بدعي لاصحابها من المدرسه بيشاركوها، اجوا السنه وشاركوها وعملنا الشجره سوا، وبعمل نهار كامل يعني بيتغدوا عندها وبيرجعوا بيلعبوا، وبيجي سانتا لو حتى بدري بس بيجي سانتا بيوزع الهدايا للاطفال. يعني بحس بحلو يعني بجو العيد، وخاصه بعد قد ما منعوا هالاطفال يجتمعوا ونعمل حفلات، وحتى حفلات المدرسه التغت كلها من وراء مثل ما قلنا الكورونا. فالطقوس ايه عندي هيدي بتمسك، انا بحب الاعياد بحب عيشها. يعني في ناس يقولوا ايه خلص العيد كله يلا صار كله مثل التاني، انه شو عيد فالنتاين، ما هو هول الحاجات هول اللي خلقوها تيعط شوية بهار وفلفل بديك ملح لحياتنا. يعني ما يكون حياتنا روتين، يجي شيء يعمل اكشن هيك يغير لنا روتين الايام اللي بنعيشها. المناسبات الناس تتجمع فيها تبتسم في وش بعض فيها. اكيد شفت الميكنج الخاص بالالبوم بتاع الاعياد والكريسماس وراس السنه، وقد ايه كان الالات النحاسيه وهي بتسجل شكلها مبهج وجميل، وكل اللي اشتغلوا عليه تحس ان هم كان عندهم بروجكت، يمكن ما كانش الغرض التجاري هو اللي في دماغهم، انما صحيح. كانوا عايزين يعملوا حاجه حلوه. صحيح، ما بقدر اقول لك هالالبوم انعمل بشهرين مثل السحر. كنا ما بعرف كيف لأقول لك، أنا الألبوم سبق وقلت من زمان صار لي 10 سنين حابة أعمله، بس كتبت شاركت معظم الأغاني، أغنيت سانتا من سنة لسنة يعني كتير أغاني كتبتهم أنا. فبدي أقول عن جد في شابين إليو كلاسي اللي هو الموزع اللي عمل الألبوم دارس بأمريكا، فبتشوف الميوزك اللي مقدمة البرودكشن عملها كتير جديدة كانت وطالع معه بيرفكت. كمان بدي اشكر ايدي جزرة اللي من وراه هو اللي جرب شوي من انتاج لهالالبوم لحتى يطلع بهيدي الطريقه. احمد قال لا مثلك كريسمس كارول حمرا. اوكي، هذا سمعت شو الالبوم؟ اللي حاطط ماسك ما له صور. سنينتك الدنيا من سنة لسنة نتلاقى بهالعيد، حتى لو مختلفين رح نبقى مجموعين كلنا ايد بايد. يا عمنا بي سي ار هلا؟ بي سي ار؟ لا ما انا مسافره بعد يومين. اوكي حسيت احسن ابعت لك اياهم هيك فيديو ريفرنس، بتعرفي انه هودي خلص تقطيع نهائي. مش رح اسمع اخبار بررب. نفس السبيريت، نفس السبيريت من عيده، وكمان هيك جمل قصيره. ليلي سهرت عيد، مش رح اسمع اخبار وتوتر. بس جواب، بس يعني بس انا خلص جاوبني. يا حامد هلو. شيء هيك هالبيم بوب هالبيم بوب ولا بس ما مرق كلمة سانتا فيها، هي كانت مهضومة عم نلعب على كلمة سانتا. This is a pop song, so nobody cares about me else. لسنين نتلاقى، من سنين لسنين نتلاقى،
ثانية الفكرة فكرة واشتغلتي عليها وحققتيها وعملتي ألبوم كامل فيه 9 أغاني في ألحان معمولة أوريجينالي وفي ألحان متأخذة ألحان عالمية وتكتب عليها كلمة في أشياء انترناشنال كتبت عليها بالعربية أنا وفي أشياء في ألحان جديدة منهم كنت أول تجربة لحنية لألي بأغنية أيام الشتي أي كلام ولحن غنية بتحكي عن الهوملس عن الناس المشردين عن الناس اللي ما عندهم مكان يقعدوا فيه وما بيحسوا بالعيد وغيرتي في الأغنية بتاعت سانتال هي بدل البداية بتاعت الأغنية هي الأغنية اسمها يالو ريبن حسيت بتبلش الأغنية با 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 أنا قلت I love it مسكت المايك يا كارل أنا كنت بختار أغنية عايز أعمل أغنية لسانتا فسمعت عدة أغاني كتير حلوة من بيناتهم عدت أغنية اسمها تبتدي كده قلت أنا إيه ده؟ قلت إيه ده؟ لا قلت هاي ده؟ قلت الأغنية دي هتتحول وهتصير سانتا تا 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 تا